لا تنفك الموصل عن تصدر نشرات الأخبار بالحرب الضروسي تارة وبسردية الدم تارة أخرى بعد مرور قرابة 10 أشهر على انتهاء حرب دفنت من دفنت تحتها من سكان المدينة والباقين بين نار من جاء محررا كما يقول وبين مآس تطمرها أطلال الموصل. شاحنات تسير ليل نهار ناقلة لأكثر من 10 ملايين طن هي ببساطة ركام مدينة بأكملها اختلط فيها جدران المنازل بدماء أهلها. فبحسب مسؤولين محليين أنما لا يقل عن 2000 جثة ما تزال تحت الأنقاض سحق قسم منها تحت الجرافات والعجلات، بينما حلف الحظ قرابة 5000 جثة أخرى انتشلت ودفنت في مقبرة جماعية ليصل عدد الضحايا بحسب مجلس محافظة نينوى إلى 30,000 ويزيد، نحو 62% منهم أطفال ونساء ليقارب إلى 40,000 قتيل وفق ما نشرته الاندبندد البريطانية. النائب عن محافظة نينوى محمد العبد ربو قال إن عملية بيع الأنقاض أتت بعد أن وصل المواطن مرحلة اليأس التام من تقديم السلطات الحكومية يد العون له فبحث عن بدائل، وبهذا باتت الجثث أرخص ما في المدينة، فيما يؤكد سكان محليون أن هناك مقاولين أو تجار حروب يقومون برفع الأنقاض ونقلها إلى ساحات عامة للبحث عن الأشياء الثمينة ومن ثم نقلها إلى مكائن الطحن لتحويلها إلى مواد تستخدم في مشاريع البناء. وإحدى مفارقات الواقع الهزيل والحقيقة التي يراد إخفاؤها أن كل تلك الجثث صنفتها الحكومة في بغداد كضحايا قتلوا بنار تنظيم الدولة، على الرغم من أنهم قضوا داخل منازلهم بفعل الحمم التي كانت تلقى على المدينة من طائرات التحالف والقوات الحكومية، كما أن بعضا منهم قتلوا بحفلات إعدام نفذتها ميليشيا الحشد لتظهر صورة جلية لتجارة الدم والمأساة كما يقول ذو الضحايا. وما بين حديد وحطام صار أغلى من الإنسان نفسه وبين دماء سالت من دون ذنب أو جريمة تبقى الموصل شاهدة على قسوة جلاد وإفلات مجرم من العقاب.